تحية طيبة لكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قراءة لأبرز عناوين الصحف الجزائرية اليوم، والتي نبدأها بجريدة الخبر والتي عنونت عددها اليوم نهائي كأس العرب فيفا 2021 بقطر، الجزائر 2 وتونس 0 بعد الوقت الإضافي، تحية الجزائر. ثم جريدة البلاد والتي عنونت عددها اليوم كذلك الجزائر تهزم تونس في نهائي كأس العرب، الخضر أسياد العرب، بوغرا يهدي التتويج للجزائريين والفلسطينيين، الوزير الأول يشدد على العمل الاقتصادي لمواجهة التهديدات، الجزائر تدعو إلى مقاربة جديدة من الشراكة التركية الإفريقية. ثم جريدة النهار والتي عنونت عددها اليوم تتويج الرجال، شكرا يا أبطال، بوغرا هذا التتويج هدية إلى الجزائريين والفلسطينيين وسكان غزة. ثم جريدة الشروق والتي عنونت عددها اليوم الخضر ينتزعون الكأس الأول لأول مرة في تاريخها، الجزائريون أسياد العرب. ثم جريدة الجمهورية والتي عنونت عددها اليوم أمير دولة قطر ورئيس الفيفا يسلمان كأس العرب لمحاربي الصحراء في احتفال مونديالي، الجزائر سيدة العرب، المحاربون يفتكون النجمة العربية من سماء الدوحة عن جدارة واستحقاق. ثم جريدة النصر والتي عنونت كذلك عددها اليوم المنتخب الوطني يعود بالكأس من قطر، الجزائر على عرش الكرة العربية، فوز الخضر يخرج الجزائريين إلى الشارع، فرحة عارمة في مختلف أنحاء الوطن والرئيس يهني المنتخب. ثم جريدة المحور والتي عنونت عددها كذلك اليوم فعلها الأبطال، أشبال بوغرا يكتبون تاريخا جديدا ويتوجون بكأس العرب أمام المنتخب التونسي بهدفين لصفر في نهائي مثير. ثم جريدة المشوار السياسي، بعد فوزهم الدراماتيكي بهدفين قاتلين على تونس، الخضر أسياد العرب، خلال قمة الشراكة التركية الإفريقية الجزائر ترافع لمقاربة شاملة للنمو الاقتصادي، اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية سترسخ وجها جديدا لإفريقيا. ثم جريدة آخر الساعة والتي عنونت عددها اليوم كذلك نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021، حسم النهائي بثنائية نظيفة أمام تونس، الخضر يتزعمون إفريقيا والعرب. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، يصحبني في قراءة لأبرز عناوين الصحف الجزائرية اليوم الناشط السياسي هشام خياط معي عبر الهاتف من الجزائر. أهلا وسهلا أستاذ هشام، كما سمعت الآن ورأيت أو تطلعت على الصحف الوطنية اليوم والتي أغلبها عناوين حول فوز المنتخب الوطني البارحة في بطولة كأس العرب، لأول مرة الجزائر تفوز بكأس بطولة العرب، وفرحة عارمة في الشوارع كما رصدتها الصحف الوطنية، ما تعليقك؟ أهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الدعوة. حقيقة نعم، يعني هو كان فوز كبير جدا، يعني نحن نهنئ عبد المجيد بوغرا أولا مدرب الطاقم الفني والطاقم الطبي وايضا اللاعبين على المجهودات التي قاموا بها في الحقيقه طوال الدوره التي كانت كبيره وكبيره جدا، يعني اداء كان في المستوى، كان في اراده، كان في عزيمه، كان في يعني حماس، حب للوطن، ويعني النتيجه كانت هنا بفوز وتتويج مستحق في الحقيقه للكاس العربيه. لكن بالمقابل ايضا نقول يعني نهني ايضا قطر على يعني التنظيم الجيد والاحترافي الذي نظمت به الدوره، وتقدمت صوره مشرفه جدا يعني لكل المسلمين في الحقيقه من حيث التنظيم والاحترافيه والمستوى والامكانيات اللوجستيه التي كانت بمستوى. كما اننا يعني نؤكد مره اخرى ونقول انه يعني الفوز ايضا والانتصار في كره القدم يعني ليس معيار حقيقي لتطور وازدهار الدول. اننا نريد نحن كجزائريين ايضا
أن يكون التفوق في الصحة والتفوق في التعليم وفي التربية وفي المستوى التعليمي وفي مستوى الدخل الفردي والجماعي وفي الاستثمار وفي الاقتصاد وفي مختلف القطاعات الحساسة التي يجب أيضا أن يحقق فيها الجزائريين انتصارات وتفوقات حتى يكونوا في مستوى يعني الجزائر وإمكانياتها ومساحتها وقدراتها الطبيعية والبشرية. نعم أستاذ هشام، كذلك بالتصريح الأول بعد الفوز بالكأس خرج المدرب مجيد مقرة وأهدى كما كتبت الصحف مقرة يهدي الكأس للجزائريين وإلى الفلسطينيين وسكان غزة بالضبط. يعني دائما كما رأيت على مدار البطولة اللاعبين وكذلك حتى تصريحاتهم والمشاهد وبعد كل فوز في مباراة اللاعبين يحملون العلم الفلسطيني. ما تعليقك على ما جاء منذ بداية البطولة إلى النهائي في هذه الصورة؟ هو المؤكد أن الشعب الجزائري يعتبر القضية الفلسطينية قضيته أيضا قضية الأولى، وأنا قلت يعني أتلفت وقلت حتى في قناتكم أن القضية الفلسطينية في الحقيقة ليست قضية الفلسطينيين فقط وإنما هي قضية كل المسلمين في كل العالم. لكن بالمقابل يعني احنا بالنسبه لبوغرا نقوله وحتى اللاعبين على هذه السلوكيات وهذا الحب لفلسطين، حتى الشعب الجزائري في المدرجات او حتى في الجزائر دائما ما يصيح ويقول فلسطين الشهداء، لكن يعني نتمنى ان يكون هذا الدعم للقضيه هذه لحقيقه القضيه وليس في اطار استغلال او استغلال سياسي او استغلال نازي استعطاف الجماهير، وانما تكون في حقيقه الامر لدعم القضيه الفلسطينيه الاساسيه وهي حرية الشعب وهي إقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشريف، هي يعني الحرية، هي بناء دولة فلسطين يعني بكل إمكانياتها بكل حرية بكل استقلالية في إطار كما قلت يعني عاصمتها القدس الشريف. لهذا أنا قلت عدة مرات أن القضية الفلسطينية لابد يعني من يدعم هذه القضية أن يوضح لنا ما هي القضية التي يدعمها. لا معنى يعني ما يفهمه هو من القضيه الفلسطينيه، ما هي هذه القضيه الفلسطينيه التي يدعمها؟ لانه في السنين الاخيره في تمييع في الحقيقه ممنهج لهذه القضيه، يعني خاصه مع حمله التطبيع التي تقودها الانظمه في المشرق وفي بعض دول المغرب، هذا كله يعني يخلينا اننا نكون حذرين في هذه المساله، لانه القضيه الفلسطينيه هي قضيه كبيره جدا، هي قضيه انسانيه، هي قضيه عقائديه، هي قضية كل المسلمين. طيب أستاذ هشام، كذلك تكلمت الصحف على فرحة عارمة في مختلف أنحاء الوطن، أفراح عارمة تعم الجزائريين داخل وخارج الوطن، هناك يعني تجمهر تعبير عن احتفالات بشكل رهيب على مستوى الوطني، لكن لاحظ أنه رغم ذلك أنه دائما كانت في رسالة في وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات وحتى ربما بعض الصحف أنه الجزائريين رغم أنهم حقيقة قالوا أنه يعني يجب الفرح لأنه هذا استحقاق، وطبعا هذا الفريق هو فريق وطني ويحمل الراية الوطنية، لكن في نفس الوقت شاهدنا أو سمعنا أنه فيه أصوات خاصة في ولاية وهران البارحة قالت رغم أنه هذا الفوز لكن لا ينسينا المزيرية بتعبير آخر. صحيح صحيح، أنا قلت أنه يعني أنا متأسف نوعا ما فيما يخص قضية أنه نعطيه لكرة القدم يعني في دولنا سواء الجزائر أو تونس أو المغرب أو كثير من دول أو مصر، يعني في الحقيقة نعطيه لكرة القدم حجم أكبر من يعني من حجمه الحقيقي، يعني بشكل أنه يصبح فيه حتى إغماءات ويصبح فيه موت، يعني مثلا في مباراة المغرب أعتقد كان فيه يعني رجل في باتنا يعني توفى خلال المباراة، يعني تعرض لسكتة قلبية، هذا دليل أنه في بعض الأحيان هذه الكرة تخرج عن إطارها الرياضي، وأنا أتكلم هذا الكلام وأنا كنت لاعب سابق حتى في الرياضة يعني في كرة القدم، ولكن يعني لما نشوفه انه حتى الفرحه احنا ما نثبت الفرحه بالعكس، يعني هذا شيء ايجابي واحنا فخورين جدا بلاعبينا وباداء فريقنا الوطني الذي يمثل يعني كل الرايه الوطنيه كما اشرت الذكر، ولكن في نفس الوقت نقول انه ليست نهايه العالم وليست كره القدم كما قلت في البدايه هي المعيار الحقيقي لتطور وازدهار الامم وبناء الدول القويه، لهذا نقول انه حتى البارح يعني شفنا فرحه
صراحة أنا هستيرية في الحقيقة أكثر من أنها طبيعية، وهذا الشيء لازم نقولوه حتى إحنا ربما كنخب أو كصحفيين أو كذا، يعني مش باش يعني نفزوا فرحة الجزائريين، بالعكس يعني إحنا معاهم فرحانين، ولكن أنا شخصيا مثلا شفت بعض البارح يعني على مستوى ولايات جديدة أو عدة ولايات الوطن، يعني شيء شوية خارج عن إطاره، في الحقيقة هذا يعبر عن نوع أنواع الكبت ربما الذي يعيشه وتعيشه هذه الشعوب. لهذا يعني تحاول ربما ان تعبر عن حبها لوطنها وعشقها لبلادها من خلال كرة القدم، سواء الجزائر سواء تونس، وانا نقول والجزائريين حتى التونسيين يعرفوا انه البارح يعني ساعة ونص تقريبا عاشها الجزائريين والتونسيين، يعني كانها ساعة ونص من العذاب، ضغط رهيب جدا بشكل يعني يحبس الانفاس، لماذا في الحقيقة؟ الناحية السوسيولوجية هذا في الحقيقة لابد أن يدرس وأن يقرأ وأن يعني الأخصائيين يتكلموا في الموضوع، أنه الشيء هذا غير طبيعي، ما لازمش نخلوه في إطاره الطبيعي، هذا الشيء في الحقيقة نوع من الهستيريا، نوع من الجنون، نوع من يعني الشعب يعبر بشكل غير مسبوق لحبه لوطنه، أنا نفسرها أنها يعني ربما المجال الوحيد يكون عنده الشعب الحرية في التعبير عن رأيه. طيب فيما يخص كما قلت الآن في الحرية عن تعبير عن رأي، ونقلت البارحة بعض المواقع الإعلامية ومواقع كذلك التواصل الاجتماعي في تعليق الكثير وكثير من الكتاب الذين كتبوا حول المفارقة في تعامل السلطة مع الخروج والتجمهر، إذا كان احتجاجي أو الآن الخروج والتجمهر البارح الذي كان احتفالي. الآن الكثير من علقوا أنه قال أنه فقط يعني أخذ صورة، ربما مواطن يأخذ صورة لزميله لصديقه أو مواطن آخر فقط بجنبه، يكون بجنبهم ربما بوليس يعني تلفق له قضية، كذلك في استعمال ثاني سيارات الدولة اللي شفنا أنه ربما كانت الناس كثير من اللي علقوا على أنه كان في حتى في الاحتفالات كان استغلال سيارات الأمن وإلى غير ذلك. والأكثر من ذلك كان التعليق الأكبر البارحة حول مدرجات البريد المركزي الذي تم غلقه تقريبا لقرابة الآن سنة ونصف منذ سنة 2019 بحجة أنه ربما آيل للتهديم أو الهدم أو إلى غير ذلك. البارح شفنا أنه فتحت الأبواب للتجمهر في مدرجات البريد المركزي. نعم يعني هي الحقيقة أنه البارحة كان في تجمهر احتفالي، يعني وما كان يحدث ربما منذ 22 فبراير 2019، يعني وفي الحقيقة أنا أسميه مسيرات سلمية، أنا حتى لا أسميه تجمهر الحقيقة، يعني لأنه لما تكون في مسيرات لمطالب سياسية ومطالب اجتماعية تعتبر مسيرات، يعني في الأصل يعني ليس بمعنى التجمهر من أجل الاحتفال بشيء أو فقط هكذا، أنا أسميها يعني كما قلت أنها يعني كانت مسيرات سلمية حقيقة، يعني في ربما تناقض في التعامل يعني بين التجمهر الاحتفالي وبين ربما المسيرات السلميه التي كانت بمطالب او باهداف سياسيه. لهذا انا نقول انه في هذه اللحظات ما ننساوش ربما المعتقلين اللي موجودين في السجون، واللي ربما اغلبيتهم يعني عندهم يعني اتهام بما يخص التجمهر والتظاهر والتحريض على التجمهر. لهذا انا نقول انه هؤلاء المعتقلين الموجودين في السجون اعتقد انه لا ذنب لهم حقيقه، والاصل انه مكانهم يكون بين ابنائهم وبين يعني عائلاتهم يعني وبين يعني حتى ربما يفرحون بفوز الفريق الوطني وليس مكانهم في السجون. واضح استاذ، لكن كما قلت انه الان كثير من التعليقات، لانه اغلب اليوم عناوين الصحف التي كانت على الفوز، لكن في إطار الفوز الكثير من التعليقات والكتابات على مواقع إعلامية وتواصل اجتماعي حول ربما كمثال في المجال الرياضي وخاصة المنتخب الوطني الذي أعطى صورة على ربما استقلالية في ربما في التعامل في تسيير الفريق وإلى غير ذلك. الكثير يدعون إلى هذه السلطة أنه يعني إذا كان بالإمكان يعطوا للسلطة أنه تكون، كانوا يتمنوا أن تعامل السلطة
مع كثير من المجالات على المستوى الاجتماعي الاقتصادي، إعطاء الفرصة للكفاءات الشابة وإلى غير ذلك، مثل ما هو الآن على مستوى الفريق المنتخب الوطني. ما تعليقك؟ هي يعني الجميع يعرف انه الان كره القدم في العالم كله يعني اصبحت تقريبا افيون الشعوب، يعني تاثيرها مثل تاثير المخدرات. انا قلت يعني انا كنت شخصيا يعني فتره من ناشط في الشاب، وكنت يعني لاعب في كره القدم، وكنت حتى متابع للرياضه بقوه، كنت مناصر لاتحاد البليده على مستوى ولايه البليده على الجزائر، وانا عارف يعني بالاحاديث ربما اللي يحبها الشباب فيما يخص الحب والرغبه، و يعني كرة القدم التي تستهوي كثير وتجمع ربما في كثير الأحيان الشعوب أكثر مما تجمعها يعني السياسة. بالعكس اليوم السياسة تفرق وتثير الفتن، وحتى كرة القدم لما تسيس أيضا يعني تثير الفتن، ولكن يعني لما نشوف أنه كثير كرة القدم بهذا الشكل فيه طبعا يعني استغلال ليس فقط في الجزائر، يعني استغلال لهذه الرياضة من أجل التغطية على الفشل، من أجل التغطية على الأزمات، من أجل التغطية على يعني مختلف الصراعات الموجودة والأزمات الموجودة. هذا أنا قلت يعني في البداية كرة القدم ليست معيار لنهضة وتطور الشعوب، هي إلا مخزر أو مغطي للغابة، الشجرة التي تغطي الغابة. ولأن الحقيقة لأنه لما نشوف التطور في العلم وفي الإنتاج وفي الازدهار وفي الصناعة وفي الإنتاج الحربي وفي إنتاج يعني الدواء وفي الغذاء وفي العلاقات وفي كثير من الامور والعمل على توحيد الشعب والمصالحه والبناء المؤسساتي، كل هذه الامور هي المعايير الحقيقيه لازدهار وتطور الامم. لهذا انا قلت انه في استغلال، هذا امر يعني واضح جدا. وانا نقول ان الشعب الجزائري يعني او مختلف الشعوب ما لازمش يجعلوا من هذه الكره يعني افيون حقيقي يعني يفنيهم على الاهم اللي هو التطور والعلم والبحث العلمي والتكنولوجيا وامور كثيره. لهذا انا اعتقد الشيء الذي يجب استنباطه خاصه هو انه هذه الشعوب، انا الشيء اللي شفته سواء في الجزائر في تونس في المغرب في مختلف هذه الدول، لا حب حقيقي، وهذا يقيني من البدايه. انا من الناس اللي تعتقد انه الشعوب هذه قادرة ومتعطشة للعمل، متعطشة للإبداع، للحرية، للتطور، للازدهار. تشوف أنه يعني في حب غير عادي وغير طبيعي لدولهم يعني بلادهم، ولكن للأسف ربما هذه طاقات مهدورة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان هي طاقات مهدورة لأنها توجه في غير مكانها الذي يجب أن يكون. لهذا أنا نقول أن الشاب الجزائري أو الشباب الجزائري والشباب التونسي أثبت يعني انا شخصيا البارح يعني هما يمجدوا في النشيد الوطني بكيت بحرقه لاني مختلطه بين الحب للوطن وبين الحزن على الوطن في نفس الوقت، لانه الشعب والامكانيات الموجوده في الجزائر قادره تحقق العجب، ولكن لابد ان تستغل وان توجه في اطارها الصحيح وتكون في نزاهه وشفافيه ومصداقيه وصدق وامور كثيره. واضح، شكرا جزيلا. الأستاذ هشام خياط الناشط السياسي كان معي عبر الهاتف من الجزائر العاصمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة في قراءة لأبرز عناوين الصحف الجزائرية اليوم، لكن أترككم في الأخير أترككم مع هذا الكاريكاتير.